مساء الخير طلابنا الأعزاء، نكمل وياكم المحاضرة الثالثة لموضوع اللابلاس ترانسفور. أخذنا في السابق بالمحاضرات الأولية الآتي، اللي هو شلون نستخدم القانون العام، وبعدين قلنا إنه إحنا راح نستخدم التيبل اللي موجود بأول صفحة المحاضرة ضمن جميع محاضرات اللابلاس، اللي هو موجود عندنا بالصفحة الأولى اللي هو هذا الجدول. هذا يتم استخدامه في كل تفاصيل اللابلاس. بعدين جينا قلنا بدينا بالخصائص، فهو خاصية قلنا انه تكون متعددة الحدود، قلنا نطلع الثابت برا، ناخذ لابلاس للدالة الأولى زائد ناقص سي 2 اللي هو الثابت، طلعته برا، لابلاس الدالة الثانية. حلينا هذا السؤال، قلنا اكو هذا الواجب اللي مطلوب منكم، ووضحنا ايضا الفكتوريال. محاضرتنا اليوم راح يتم أخذ الآتي. في حالة أن المشتقة، يعني شلون؟ يعني بالسؤال مال امتحان، مثلا سؤال امتحان أجيب لك في الدالة دلالتي بغض النظر عنها فارزة find Laplace f التي، بس شنو؟ مو العادية، لا، المشتقة الأولى، أو أقول لك لابلاس اف للتي المشتقة الثانية، أو لابلاس اف للتي المشتقة الثالثة، تمام؟ لابلاس لهذا جزء أو لهذا أو لهذا حسب ما مطلوب منك بالسؤال. شو راح نطبق؟ راح نطبق القوانين اللي موجودة عندنا ضمن المحاضرة. راح أوضح لكم قانون في حالة لابلاس لإف للتي المشتقة الأولى، فراح يكون الآتي، إنه ناخذ هاي المشتقة الأولى، ناخذ إس، إس إيش قد؟ إس واحد. في حالة المشتقة الثانية راح نبدي بالاس تربيع، لذا مشتقة ثالثة راح نبدي بالاس تكعيب، وراها راح نضرب بمن؟ بف للاس، اف للاس، اف للاس. حاصل ضرب الاس في الاف للاس. اف للاس هو شنو؟ هو لابلاس للدالة العادية، يعني F للS هو عبارة عن لابلاس لF للتي. خليها بوحدها. هسه نجي نكمل القانون. هنا راح نقول يابا، بما انه هنا واحد، هنا بنحط بعد أي S، ونحط هنا F للصفر. شنو معنات F للصفر؟ يعني هاي F للتي، هاي الدالة بدالة التي، مجرد بدال كل تي راح نعوض صفر، ويطلع لنا هذا الجزء من المعادلة. هنا راح نقول ناقص، هنا اس تربيع راح تصير عندنا اس، وننزل اف للصفر ايضا، بس نكمل انه يصير اف للصفر مشتقة واحد. يعني شنو؟ يعني الدالة اللي عندي هاي الدالة راح اشتقها، اطلع اف للتي المشتقة، ثم اعوض بداية كل تي اعوض صفر، ويطلع لي واجي اعوض بهذا الجزء. نكمل بالمشتقة الثالثة، فهاي راح تصير اس تربيع، هنا انتبهوا اس تربيع صار اس، هنا اس تكعيب شو يصير؟ اس تربيع، في الاف للصفر ينزل نفسه، ناقص، هنا اف للصفر ينزل نفسه. المشتقة الاولى نفسه بس قبلها اس، هنا تكعيب تربيع اس في الاف للصفر، المشتقة الأولى ناقص F للصفر المشتقة الثانية. يعني شلون هذا الجزء؟ عندنا F بالتي من البداية، قبل بداية السؤال، يعني قبل ما نبدأ الحل، المشتقة تصير F بالتي مشتقة، ونحول تصير F بالتي مشتقة
بعدين نحط هنا صفر، بعدين نحط هنا صفر، بعدين نحط هنا صفر. إذن أطلع الدالة أشتقها، يلا عوض الصفر. ما يصير تعوض الصفر مباشرة قبل ما تشتق، وما يصير أيضا إنه تعتمد على هذا الجزء، إنه هذا الجزء أشتقه ويطلع للي بعده ويطلع للي بعده. لا، هذا الشيء غلط. الصحيح هو الدالة اللي عندي أشتقها ثم أعوض الصفر. هذا لحد الآن قوانين مال مواضيع في حالة قلت لك أريد لابلاس، مو لدالة، أريد لابلاس للمشتق حسب ما موجود بالدالة. نجي نباوع إنه كمثال. عندك أنا هنا الأربعة ساين الاثنين تي، أربعة نعطيك مثال، هاي لك اف للتي هي أربعة ساين الاثنين تي، تمام؟ إيش رايد؟ رايد لابلاس للمشتقة الأولى. نقلها بسيطة. شلون نبدي؟ أول شغلة للحل الآتي، إنه آخذ لابلاس المن للمشتقة وحط قانونها. قانونها عبارة عن S في F للS ناقص F للصفر للمن عادية. الاس هو اصلا موجود، يعني احنا دلالات حول دلالات اس، اف للاس شلون نستخرجه؟ اف عندنا هذا الجزء مجهول وهذا الجزء مجهول، نجي وحده وحده. اف للاس شلون نستخرجه؟ اف للاس هو عباره عن لابلاس المن اف للتي. زين، مو انا عندي هذا الاف للتي صح، هذا الجزء هو الاف للتي. إذا ايش راح يسوي لنا؟ لابلاس المن أربعة ساين الاثنين تي. راح يجي واحد يقول شو راح نطلع؟ إذن راح نقول سهلة، طلع الثابت برا لابلاس، ناخذ لابلاس للساين، وراح وين نروح؟ يلا طلاب، نروح بالضبط، نروح على الجدول. الجدول وين؟ قلنا الموجود بهاي الصفحة. الساين الـ AT هو عبارة عن أي على ساين S تربيع زائد أي تربيع. فهسه نجي نطبق، نقول الـ FS تساوي أربعة في، أفتح قوس، حط خط كسر، S تربيع زائد الـ A مالت جيت الـ A، الاي تساوي الاثنين. اذا هنا راح نخلي اثنين، لان هو القانون شو يقول؟ يقول اي على اس تربيع زائد اي تربيع، اثنين تربيع نفس ما هو واضح. ود تساوي لنا ثمانية على اس تربيع زائد اربعة. هذا هو هذا الاف اس. هسه يجي واحد شو يقول؟ يقول لعد الاف للصفر شنو؟ اف للصفر هو هاي الدالة اللي عندي احطها صفر، فصير اربعة ساين بدال التي. ايش راح يصير؟ اذا ساين الصفر صح؟ ساين الصفر صفر، اذا اف للصفر هو ايش قد؟ هو صفر. هذا الجزء الثاني استخرجنا. القانون شو يقول؟ لابلاس للمشتقة الأولى راح يساوي لنا S في، أجيب الأف للأس اللي هو هذا الأف للأس اللي هو ثمانية على S تربيع زائد أربعة ناقص صفر، وتساوي لي ثمانية S على S تربيع زائد أربعة. هذا التطبيق مباشر
انتهى السؤال لحد هنا. هذا بالنسبة لمن للسؤال أو المشتقة الواحد طبقناه بالترتيب. إذن لابلاس المشتقة هو 8S على S تربيع زائد 4، 8S على S تربيع زائد 4. المشتقة الثانية نعرف احنا قانونها، تمام؟ قلنا لكم يا المشتقة الثانية هو عبارة عن S تربيع لابلاس الـ F للتي اللي هو الـ F للـ S نفسه ناقص الـ S، هنا تربيع هنا تصير S أس واحد F للصفر، وهنا F للصفر المشتقة الأولى. هنا بالدالة ايش بطيق؟ بطيق 2 كوساين 3 تي. فايند لابلاس المن المشتقة الثانية. فاني السؤال القانون مالت ايش بيه؟ بأكثر من جزء. هذا الجزء هو مجهول به فقط، هذا الجزء هنا المجهول، وعندك هذا الجزء مجهول، وعندك هذا الجزء مجهول. هاي الثلاث أجزاء المجهولة ايش راح نسوي؟ نجي واحدة واحدة. F للتي تمام، هاي الدالة أوجد لي، يقول لك أوجد لي لابلاس إلها، نقول له تمام. جينا كتبنا القانون، عرفنا المجاهيل مالتنا الثلاثة، جينا نطبق F للتي هو هذا. إذا F للصفر شنو؟ عوض الصفر. انتبه هنا بالكوساين، كوساين الصفر شبيه إلى قيمة، أما ساين الصفر فهو صفر، كوساين الصفر واحد، كوساين الصفر واحد في اثنين، إذا راح يطلع لي F للصفر هو اثنين. هذا اللي موجود هنا، هذا الجزء طلعناه هو هذا الجزء المحدد عندنا. بعدين أخذنا المشتقة، إيش سوينا؟ اشتقينا. شلون اشتقينا؟ خلنا نكتب الدالة حتى نعرف شلون اشتقينا. أنت اللي عندك بالسؤال مطيك هو F T، صح؟ قد مطيك ياها F T عبارة عن 2 كوساين 3 T، أوكي؟ فقلنا F للصفر طلعت لنا 2، هاي أول شغلة. انتبه نرجع لي هذا القانون، F للصفر قد طلع 2. هسه شنو قد طلع؟ F للصفر المشتقة. يجي واحد يقول يابا هي بما انه 2 اشتق خصوص الصفر، غلط، ما يصير. لا، مرات تشتبه بالموضوع، يعني هنا أنا هذا الشيء غلط. هنا جزء بهذا السؤال صدفة طلعت انه 2 صفر، بس هذا الشيء غلط. الصحيح انه اشتق الداله ثم اعوض، يوم اشتقيت هاي الداله مالتي كوساين، اجي 2 طلعها برا، نجي كوساين 3 تي، الكوساين عباره عن بالساين شو يصير؟ يصير سالب ساين 3 تي. شو يبقى عندي ناقص؟ يبقى مشتقه الزاويه، اذا لازم اضرب فيه 3. بالاخير انا شريط اريد اف من للصفر المشتقة، هذا شي مثل لي هذا F T مشتقة، ايش راح اسوي هسه؟ اعوضها صفر، بما انه ساين الصفر ساين الصفر صفر، اذا هذا الجزء كله صفر، اذا طلعت لنا صفر بالمعادلة. انتبه الى هذا الجزء انه اشتق، يعني هاي المشتقة طلعت لنا، بعدين اجي انه بعوض صفر راح تطلع لي بالنهاية انه هنا طلعت لي صفر. شو بقى عندي من قانون؟ هذا الجزء خلاص، هذا الجزء خلاص، بقالي هذا الجزء الكوساين الاثنين تي. نجي هنا نكتب اول اف للتي فقد قلنا هو 2 كوساين سؤال هو 3 تي. اذا اف للاس راح يساوي لي 2 برا لابلاس المل الكوساين 3 تي، وتساوي لي 3 في اس على اس تربيع زائد الاي هو شقد؟ الاي هو 3 وعامل الزاوية، الاي هو 3 راح يصير 3 تربيع 3 3 اس على
اس تربيع زائد 9. هذا انتهى عندنا الاف للاس بسيطه. اجي النوبه انتبه القانون مالتي اجي اطبقه، اس تربيع في اف للاس هذا الجزء اللي طلعناه ناقص اس في الاف للصفر هذا الجزء اللي طلعناه، يبقى ناقص اف للصفر المشتقه الاولى ونخلص عليها ما عندنا اي مشاكل. تبقى المشتقه الثالثه فقط انه عندنا سؤال بسيط تكتب اياه او مشتقه اولى ثانيه ثالثه، ومنطيكم اني القانون مال المشتقه الثالثه اوضح لكم اياه، مجرد تطبيق مباشر لا غير، ما بي اي شيء. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، ولا تنسون الاشتراك بالقناه. دمتم سالمين.